أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. فنجان القهوة رفيق صباحاتنا وجلساتنا، إذا كنت واحد من عشاق القهوة خليك معنا. بدراسة لموقع الاندي 100 التابع لجريدة الاندبندت البريطانية عام 2017، كشفت أنه بيتصدر اللبنانيين المركز الأول عربيا كأكثر الشعوب شربا للقهوة، إذ بيتجاوز معدل الاستهلاك اللبناني 4.8 كيلو سنويا، وبيليهم الفلسطينيين ب 3.8 كيلو، أما الجزائريين فب 3.5 كيلو، أما السوريين فبيستهلكوا 0.7 كيلو سنويا. طبعا فنجان القهوة مش رفيق صباحاتنا وجلساتنا، بل أكثر هو ملهم للكتاب وللشعراء. كمان شو أصل القهوة وين اكتشفوها أول مرة؟ خليكم معنا لحتى نتابع المادة ونرجع لحوارنا. فنجانين ثلاثة حسب الفضل، كنا مشتغلين يعني فنجان واحد بكفي، وين ما كنا مشتغلين فنجانين ثلاثة، هو منضيف بعضنا، هو من السلفيون، هو مثل المزاج. كل يوم كله شيء ثلاثة، اثنين ثلاثة. ليش؟ لأني شاربين المتة أنا، ففضل المتة أكثر من القهوة. بشرب الفنجانين ثلاثة بطلع الشغل كالعادة، ورد اشرب قهوه النوب، ورد اشرب قهوه النوب ودخان، لانه السكره بتطلب الدخان، والله يقطع نصيبنا من هالدخان لانه مكروه. وايام كل ما بصرنا هيك فضاء بنشرب قهوه من هالطفر، من هالايام اللي عتعدى علينا. والله ما في الصبح بكير بسوي لي ركوه فنجانين بشربها من الصبح. قبل ما تصير الساعه 8 9 كاس شاي شوي زيتونات بنفطر، بنرجع شغلنا على المكتب طول النهار شاي وقهوه. وليش هيك متعودين عليها عادي. وحول هالموضوع مشاهدين اسمحوا لي استضيف عبر السكايب من اسطنبول الدكتور احمد سلمو، ماجستير تغذيه علاجيه. اهلا وسهلا فيك دكتور احمد. التحيات استاذ اسماعيل، اهلا وسهلا فيك. بدايه دكتور، شو ابرز فوائد القهوه لو تحكي لنا؟ تحياتي استاذ اسماعيل. اولا طبعا احنا الان عم نحكي عن مشروب قومي لدى كثير من الشعوب العربية والعالمية. طبعا اللي بيميز القهوة هو وجود عنصر الكافيين اللي يعتبر محفز للجهاز العصبي ومنبه للجهاز العصبي، يعني بيخلي الإنسان ما يشعر بالتعب بسبب أنه الكافيين مثبط لكثير من الهرمونات اللي بالتعب بتساعد على التوتر أو بتسبب التوتر للإنسان نتيجة ضغوطات. طيب الدكتور بيقولوا انها مفيده لحالات الاكتئاب، هالشيء دقيق؟ هلا بخصوص حالات الاكتئاب طبعا، لانه القهوه غنيه بالبوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا هو من احد اهم الاملاح المعدنيه اللي تساعد على محاربه الاكتئاب. وسبب الاكتئاب الاول هو طبعا نقص البوتاسيوم والفيتامين دي، وكثير من الاملاح المعدنيه بتساعد على هذا الموضوع. فالبوتاسيوم هو غني موجود بوفرة في القهوة، لذلك هي طبعا تحارب الاكتئاب نوعا ما. كمان يقال انه هي بتقلل من الإصابة بمرض السكري النمط الثاني، صحيح الكلام كمان؟ طبعا يعني الحد الأدنى من القهوة او الاعتدال في شرب القهوة طبعا يساعد بشكل جيد بانه يعني نقلل او يتقلل من نسبة السكري في الدم، بسبب ايضا وجود العناصر اللي حكينا فيها مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. طيب ماذا عن الزهايمر؟ برضه نفس الشيء، لما بسبب وجود عناصر مثل الكالسيوم البوتاسيوم المغنيسيوم الفيتامين بي الرايبوفلافين البي 2 والبي 5، طبعا هم هذول هم العوامل الرئيسيه او الفيتامينات اللي بتسبب محاربة أو يعني بتعمل مضاد لهذا الموضوع، بسبب أنه أيضا في مضادات أكسدة بالقهوة هي سبب رئيسي لمحاربة الزهايمر عند الإنسان، طبعا بنسبة معتدلة لما الناس بتشربها، لكن لما طبعا تزيد النسبة طبعا يكون في ردات فعل سلبية. نعم، يعني هاي نصائح طلعت صحيحة، نحن كنا نفكر أنه عشاق القهوة هم اللي طلعوها يعني أنه بتفيد. طيب لا طبعا هي بتفيد، بس لانه هي شوف في قاعده بتقول كل شيء زاد عن حده قلب ضده. فهذا الموضوع اليوم انا فنجان قهوه واحد في الصباح ومثلا واحد بعد الظهر
جيد، لكن في الإفراط في هذا الموضوع، وحنحكي عن هذا الموضوع هلا، الإفراط في شرب القهوة له آثار يعني جانبية سلبية جدا. طيب لو حكينا عن موضوع المضار دكتور، شو بتحكي لنا عن مضار القهوة؟ الإفراط، الإفراط المضار في القهوة هو بسبب الإفراط، لكن كل أحد بيشرب القهوة باعتدال، هلأ هو في اختلاف ما بين الكمية أو متى نشرب القهوة. طبعا لحتى ما تسبب القهوة قلق وصعوبة في النوم، يجب أنه تمتنع عن شرب القهوة قبل 4 ساعات في الحد الأدنى من قبل ما تنام. الاعتدال بشرب القهوة ما في أي مشاكل، لكن الإفراط طبعا بسبب ترسب للكالسيوم في الكلى، بيعمل لنا حصاوي، بيعمل لنا رمل، وهذا طبعا ناهينا عن الإفراط في شرب القهوة، اللي حتكتر عنا نسبة الكالسيوم اللي حتترسب برضو في الأوعية وحتترسب في الدم، وهذا الشيء اللي حيدخلنا في مشاكل ثانية. برضو نسبة الكافيين الموجودة في القهوة، لما بيصير في إفراط في شرب القهوة فبترتفع نسبة الكافيين، وهذا الشيء اللي بيخلي الإنسان دائما مشنج ودائما متوتر، فبتصير العملية عكسية. طيب القهوة ممكن تكون مصدر للكالسيوم يعني؟ إيه طبعا، لكن ليست مصدر رئيسي طبعا. هي طبعا فيها، ليست مصدر رئيسي، لكن فيها من عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم. هلا البوتاسيوم عنصر، يعني البوتاسيوم مع الصوديوم هو أهم عنصرين للجهاز العصبي، وهم متوفرين بالقهوة، لكن ليست مصدر رئيسي. فيها نسبة جيدة، لكن ليس البوتاسيوم هو مصدر رئيسي للقهوة طبعا، لأنه فيه موجود بالخضار، وبسبب أنه البوتاسيوم يحتاجه الجسم بكمية كبيرة. نعم. هو أكبر كمية ممكن يحتاجها الجسم من الأملاح المعدنية، بيحتاج 4.5 جرام يوميا، يعني 4500 ميلي جرام. طيب هل صحيح أنه هي بتقلل من التمثيل الغذائي وبالتالي بتأخر من عملية انقاص الوزن؟ الإفراط، الإفراط نعم، الإفراط لأنه يسبب في، يعني كل ما في ناس طبعا الإدمان على القهوة طبعا، لأنه الكافيين برضو الإفراط فيه بيدخلك في حالة من الإدمان، فلما الناس تفرط في شرب القهوة بصير في عندها نوع من الإدمان، فكل ما شربت قهوة أكثر الكافيين هذا بيمتص الدم. الكافيين بيمنع، كل ما الإفراط في الكافيين أو في تناول القهوة الموجود فيها الكافيين بيمنع امتصاص الكالسيوم، بيمنع امتصاص البوتاسيوم، بيمنع امتصاص المغنيسيوم اللي بيحتاجه الجهاز الهضمي، فهون بهي الحالة يعني بتضعف أو بتتأخر كتير أو بصير في بطء في عملية الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم. صحيح. طيب دكتور شو، لكن الإفراط نرجع نركز على الإفراط. طيب دكتور لو تحكي لنا عن الفروق بين أنواع القهوة يعني المختلفة، الفوائد، المضار. والله هلأ بالنسبة للفوائد، هلأ هي شوف كفوائد بشكل عام نسب قليلة جدا بتختلف من قهوة إلى قهوة. يعني هلأ أنا مثل عندي مثلا قهوة المفضلة هي قهوة من نوع ماليزي من شركة ماليزية بتنتجها من أجود أنواع البن، بتختلف عن القهوة مثلا فرنسية اللي موجودة في تركيا في بعض الخصائص، مثلا بعض الخصائص الموجودة فيها كنوع الحبة طعمة الحبة، لكن ك خصائص وفوائد من فيتامينات ومعادن وكذا وهيك هي نفس الجسمه. لكن في عندك القهوه منزوعه الكافيين، في قهوه عندك مثلا الكافيين فيها على حاله مثل ما هو، هاي طبعا الفروقات وانواع اللي بتختلف من قهوه لقهوه. طيب دكتور بنلاحظ بس يظل الترسبات تبع القهوه ب يعني بارضيه الفنجان، حتى لو حطيتها خلطتها بمي وغيره مستحيل انه هي تتفكك. طيب بجسم الانسان هاي ما بتسبب له امراض او انه بتخلص منها الانسان؟ لا طبعا لا. نرجع نركز على موضوع، هلا هذا الكلام ممكن ما يعجب الناس المدمنين على القهوة اللي بيشرب مثلا 3-4 مرات 5 مرات أو 6 مرات. الاعتدال بشرب القهوة طبعا ما بيعمل أي مشاكل، بالعكس بيحفز كثير من وظائف الجسم، بيحفز لنا هرمون الدوبامين، لكن الإفراط نعم الإفراط بيعمل ترسبات في الكلى وبيعمل مشاكل طبعا في الجهاز الهضمي، الإفراط فقط، لكن الاعتدال مرة مرتين 3 مرات أنا برأيي كحد أقصى ما بتساوي أي مشكلة. طبعا مهم جدا، مهم جدا، ولو أنه في ناس بتعتبرها يعني عادة مو منيحة أنك تشرب مي بعد القهوة،
مهم جدا انك تشرب مي بعد القهوه لضمان انه ما يحصل ترسبات في الكلى، لانه ربما في كتير ناس على مدار اليوم ما بتشرب مي كتير، فمهم جدا انك تشرب مي بعد القهوه. وصلنا لنهاية الفقرة دكتور، بدي أتشكرك لحضورك معنا اليوم بشباب لك. تحياتي، أهلين أستاذ معي، أهلا وسهلا جزيلا. مشاهدينا، لهون بتخلص فقراتنا لليوم، لمزيد من الحلقات تابعونا على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.